نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية قمصة شرق بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. القافلة ضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة بقرية قمصة تابعة لمركز كسر البطيخ. قافلة علاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، هنا بتتميز بمجانيتها تماما، إلى جانب إن هي بتوصل للمواطنين في الأماكن البعيدة عن الأسواق المركزية، وده طبعا بيخلي إن الخدمة ضرورية جدا إن هي تبقى موجودة في المكان ده. بنقدم العيادات التخصصية، بنقدم المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا كمان الأشعة العادية والأشعة بالسونار، كمان عندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة. قطعوا لي التذكرة وعملوا لي تحاليل سكر وعملوا لي قاسوا لي الضغط وقطعوا لي التذكرة وعملوا معايا اللازم وعملوا معايا كل حاجة، جزاهم الله خير.